نجاح واستمرار العملية الامتحانية ما هو إلا نصر يوازي الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد الإرهاب. هذا ما أكده محافظ السويداء أثناء تكريمه مع أمين فرع الحزب ومدير التربية الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة بالشهادة الثانوية بجميع فروعها. شاركنا أهلنا وأبنائنا فرحة النجاح والتفوق، وكان هذا النجاح والتفوق هو ثمرة لجهود طلابنا الذين سهروا الليل ووصلوا الليل بالنهار وتابعوا دراستهم بجد ونشاط، وأيضا بمساعدة الأهل الذين أيضا وقفوا وكانوا عونا لأبنائهم في التحصيل والدراسة والدور الأساسي للأساتذة والمعلمين الذين تابعوا طلابنا حتى تمكنوا من تحقيق التفوق والنجاح. نتمنى للمتفوقين هؤلاء الذين شكلوا ثقافة التحدي في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها وطننا الغالي، نتمنى لهم مستقبلا زاهرا، لأنهم وقفوا حاليا من خلال ثقافة التحدي مع الجيش العربي السوري الذي يحقق الانتصارات على ساحة هذا الوطن، وقفوا مع شعبنا الأبي الصامد، وقفوا وقفة عز أيضا خلف قيادة السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في سبيل أن يبقى هذا الوطن مصانا متحديا كل هذه المؤامرات من خلال أبنائه العظام الذين هم شباب الوطن. نتمنى لهم مستقبلا ونتمنى لهذا الوطن النصر. نقدم لهم التبريك والتهنئة لهم ولأسرهم ولوطننا ولمدرسيهم ومدارسهم. نقول في كل عام نحن على موعد مع هذا اللقاء الذي نحتفي به بهذه القامات المتفوقة التي تفوقت مرتين، مرة على ظروفها ومرة على أنفسها، وكانوا حقيقة استثنائيين في هذه الظروف الاستثنائية. نقول لهم ألف مبروك من القلب. نجاح وميزة حلوة كثير بالنسبة للمتفوقين، دائما بيدعمنا بيوصلنا لمراحل متقدمة، سواء كنا نحن كمتفوقين في محافظتنا أو حتى لسوريا ككل. نحارب الإرهاب ونكون جنب إلى جنب بجانب الجيش العربي السوري، حتى لو بقلمنا اللي حملناه لنحارب الإرهاب. بهدي نجاحي لسوريا الحبيبي، وبهدي نجاحي لمحافظة السويداء ولمدرسة الشهيد ممدوح نصار، ولكل أهلي الأساتذة اللي وقفوا معي ودعموني بمسيرتي أكيد بالدراسة. أول شيء بقدم تحية وشكر لمدرسة سليمان عبد الدين وكل الكادر التدريسي اللي فيها، وبقدم شكر كمان تحية لأهلي اللي ساندوني ووقفوا معي. أول شيء بهدي نجاحي لأهلي اللي تعبوا معي ووقفوا معي، وبهدي للأساتذة والكادر التدريسي، وبشكر سيادة المحافظ على التكريم. أكيد هذا الشيء كثير تشجيع لنا على أنه نستمر بمحاربتنا بقلمنا بجانب الجيش العربي السوري اللي عم يحارب ضد الإرهاب، وبهدي هذا التكريم لأهلي ولمدرستي ولكل اللي وقفوا جنبي. بدورهم الطلاب عبروا عن فرحهم وسعادتهم بهذا التكريم، مؤكدين استمرارهم بتحصيلهم العلمي، متمنين النصر للجيش الباسل الذي بفضل انتصاراته وتضحياته استطاعوا تحقيق النجاح.